السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المتابعين، أحمد الشباسي وحلقة جديدة من باصل الشباسي. لو أول مرة تشوفني عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة، فعل زر الجرس ودوس اللايك. النادي الأهلي يهدي الزمالك درع الدوري. الزمالك فاز على وادي دجلة 1-0، والاهلي يتعادل مع طلائع الجيش 0-0. وقلت امبارح هل يا ترى الاهلي هيعمل مفاجأة ويتعادل او يخسر من طلائع الجيش ويهدي الدوري للزمالك، ولا هنفضل نلعب لعبة الكراسي الموسيقية ويتسوف عدد النقاط ونستنى لاخر ماتش. امبارح النادي الاهلي قصر الطرق وتعادل، ناس تقول بفعل فاعل وناس بتقول لسوء المستوى. هنشوف مع بعض تقييم الفريقين ومين اللي يستاهل. نبدأ كده بماتش الأهلي. طبعا كل المحللين وكل النقاد وكل المتابعين شيلوا الليلة لموسيماني وللتحكيم، لكن أنا بتكلم كورة، واللي لعب كورة واتعلم كورة صح هيعرف إن في مشكلة في النادي الأهلي، ومش طالعين نقول ان في مشكلة عشان الاهلي اتعادل امبارح مع طلائع الجيش. المشكلة موجودة من فترة، وهي فترة تلاحم الموسمين مع الكورونا والبطولة الافريقية. اجهاد اللاعبين عامل اساسي، ولازم نعذر الناس دي لانها بشر، مش دفاعا عنهم، ولكن احنا برضو لعبنا كرة وتعلمنا وعرفنا ان الاجهاد بيعمل كده. محمد مجدي قفشة واحد من الناس المجهدة. عندك محمد شريف اصابته اصابة عضلية في العضلة الخلفية، كل دي عوامل ضغط على اللعيبة. والحاجة التانية والمهمة اللي دايما بتكلم عنها وناس كتيرة بتنتقدني فيها، واولهم ابو مرال واللي بيضحك دلوقتي، ان انا بقول ان عمرو السولية لو برجل واحدة في الملعب افضل من ناس كتير، وشفنا تجربة الثنائي حمدي فتحي واليو ديانج. السولية كل الماتشات اللي الاهلي فقد فيها نقاط السولية غايب فيها. تتفق معايا او تختلف ده رأيك وده رأيي، بحترم كل وجهات النظر، ولكن المؤيد لرأيي واللي شايف ان غياب السولية بيأثر يكتب لي في الكومنتات تحت. الناس اللي بتتكلم عن موسيماني ومشيلاه الليلة، هنتكلم بس عن ماتش امبارح، سيبنا من الماتشات اللي فاتت. ماتش امبارح تكتيكيا الاهلي ما جاش الماتش، لعب عشوائي، والاول مرة بشوف لعبت الاهلي كده. تحركات والله ما انا عارفة، يعني مش عارف اوصفها لك ولا عارف اتكلم في تكتيك. كل واحد بيلعب من ناحية كده مع ايه، مع نفسه. كهربا مش كويس، حسين الشحات مجهود يذكر فيشكر عليه، ولكن مفيش الخطورة والفعالية الحقيقية. وده برضو ما لازم ندي لطلائع الجيش حقها في النظام اللي كان بيلعب فيه في تقفيل الملعب. وان كنت بلوم على احمد سمير وناصر منسي، الاتنين كانوا شوية اقل من مستواهم المعهود. عمرو جمال تحركاته الى حد ما معقولة. اعتماد الكابتن عبد الحميد بسيوني برضو على اختراق الجبهة اليمنى للاهلي اكرم توفيق، والتغطية اللي بتيجي من ياسر ابراهيم وضعف الربط بين الاتنين. رمى محمد ناصف الباك الشمال وقدامه عمرو جمال مع ناصر منسي، التلاتة كانوا بيعملوا الكروسات كلها من ناحية اكرم توفيق. لعبوا كرة عرضية وكرة في أول الماتش كده هيئها عمرو جمال، شاطها ناصر منسي ضعيفة. نادي طلائع الجيش عارف ازاي يلعب الجيم. الكابتن عبد الحميد بسيوني ماشي بالمباراة جزء بجزء، قدر الشوط الأول يطلع 0-0. الملاحظ في الموضوع ان لعيبة النادي الأهلي ما عندهاش الدافع، ما عندهاش الروح اللي كنا بنشوفها قبل كده. انت راجل دلوقتي بتلعب على بطولة ومش عارف المنافس عامل ايه في الشوط الأول، انت بتلعب وهو بيلعب في نفس التوقيت. وده اللي انا قلت عليه، الثبات الانفعالي للفريقين. كل فريق يا ترى وجوده في الملعب وتأثيره بنتيجة الفريق التاني هتأثر عليه ذهنيا ولا لا؟ للأسف النادي الاهلي اتأثر ذهنيا وقدر ان لعيبته تخرج من الماتش. لعيبة كلها مشتتة، مفيش حد في الفورمة طول الشوط الاول، وغياب النزعة الهجومية للنادي الاهلي. وولتر بواليا بعيد خالص بينزل لنص الملعب وبتحرك ناحية اليمين، وزيادة كهربا مش فعالة. مفيش الكرات اللي نقدر نقول عليها هجمات خطرة في الشوط الاول. اهم لقطة في الشوط الاول هي لقطة الكرة اللي الدنيا كلها قامت وقعدت عليها، كرة ياسر ابراهيم. كرة ياسر ابراهيم اللي كل الناس شايفاها جول، والفار والتحكيم قال مش جول،
انا دايما ما بتكلمش على التحكيم. ايوه خليك فاكر كده ومركز، انا عمري ما هتكلم على التحكيم، لا هقول صح ولا غلط. ولكن اللي انا حابب اتكلم فيه ومحدش اتكلم فيه، طب ما هي الكرة ارتدت لحمدي فتحي، الكابتن حمدي فتحي عمل فيها ايه؟ قول لي. لعبها بدماغه فوق العارضة بدون تركيز وبدون اهتمام، الكرة راجعة لك، المرمى شارع قدامك، تقدر تحطها على شمال الجون بكل أريحية، تطلع تركب الكرة تحطها. لكن حمدي فتحي خدها من تحت لفوق، لعبها فوق العارضة. في الشوط الثاني موسيماني بدأ يعمل تغييرات كلها هجومية، وزي ما بتقول ايه، يا صابت يا خابت، ألعب واضغط وهاجم، يكسب يخسر. وبالفعل طلع أيمن أشرف، وأيمن أشرف كان مصاب فنزل مكانه رامي ربيعة مركز بمركز، وأما غير كهربا ونزل بقى، بدأ ينزل صلاح محسن ومروان محسن وطاهر محمد طاهر، حتى إن هو في نهاية المباراة جازف جدا وطلع أليو ديانج ونزل مين؟ جونيور أجاييه. جونيور أجاييه جاله كورتين، واحدة منهم في حلق المرمى ومشاركة مع إسلام جمال، يا تقع وتاخد بلانتي، يا تلعب كورة، يا تلعب الكورة وتدخل ما تخافش وهتحطها جول. كل دي كرات حاول النادي الأهلي يهدف، كرة عرضية لصلاح محسن يحطها على الشمال محمد بسام، ما شاء الله عليه محمد بسام ينقذها، تسديدة من محمد مجدي قفشة كده راكنها حلو يطلعها محمد بسام، تألق محمد بسام وخط الدفاع. وأنا شايف يعني علي الفيل وعمرو السيسي افضل التحركات في الملعب، هما الاثنين دول افضل اثنين لفتوا انتباهي من نادي طلائع الجيش مع تحركات ناصر منسي وعمرو جمال قبل ما يخرج، بالاضافه الى ان احمد سمير مش في حالته النهارده. احمد سمير لو في حالته كان عمل ازعاج للنادي الاهلي ومدافعين النادي الاهلي، وفعلا حصل اكثر من كوره مرتده راح بها احمد سمير وناصر منسي وكان ممكن يهدفه لولا الشناوي. من الاخر كده، فنيا النادي الاهلي كان اقل من الطبيعي النهارده، رغم ان الكرات اللي وصل بها للمرمى 4 أو 5 كرات ممكن يحرز منهم هدفين او 3، لكن مفيش الرغبه في احراز الفوز. بتهاجم اه ووصل للمرمى، لكن مفيش الدافع، مفيش الرغبه، يعني اللهم الا يعني عارف الحماس كان من مين؟ والله من عم حارس بره الملعب، كان بيجري على الكوره وبيجيبها اكتر من اللعيب، الكوره كانت تطلع يجري عليها. لقطات تبين لك ان يعني اللعيبه مضغوطه نفسيا، مش قادرة تركز في الماتش. على العموم هارد لك للنادي الاهلي، وبكده تقترب درع الدوري لميت عقبة. نشوف ايه اللي حصل في ماتش الزمالك ووادي دجلة. على عكس النادي الاهلي، نزل نادي الزمالك بيلعب على الفوز، مفيش بديل غير الفوز، هو عارف انه متقدم 2 بونت لازم يكسب الماتش، مش هيبص وراه، انا هكسب 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 هكسب، خلاص انا وصلت للمرحله اللي انا عايزها، ال 12 بونت اللي انا محتاجهم واقضي على البطوله واخد الدوري. ده اللي عمله نادي الزمالك، على الرغم من انا مش عارف بقى هي افتكاسات ولا تغييرات بناء على ايه، تغيير في التشكيل بيبدا بمهاجم مروان حمدي وسبحان الله هو اللي يحرز هدف الفوز. لعب في ناحيه اليمين بحازم امام، برضو يعني انا مش عايز اعلق برضو عشان اصحابنا الزملكاويه ما يزعلوش مني، لكن انا شايف ان حازم امام بعيد، ولكن ادى الدور اللي مطلوب، والزمالك في التوقيت ده ما يهموش غير ال3 بونت، العب حلو العب وحش انا عايز البطوله، البطوله غايبه عني بقالها 6 سنين، لازم العب على البطوله، ما يهمنيش اداء، ما يهم ده لسان حال كل الجمهور الزملكاوي، انا اللي يهمني ال3 بونت، اللي يهمني القمه، اللي يهمني البطوله. وبالفعل هجمات من النادي الزمالك، واللي عاجبني ان وادي دجله بيلعب جيم مفتوح، يعني وادي دجله في الدقيقه 13 راح بهجمه كانت ممكن تقلب مصير المباراه. الهجمه دي زي ما تقول كده ايه، استفزت لعيبه نادي الزمالك، وبدا الضغط وتسديدات من شيكابالا ومراوغات من اشرف بن شرقي من ناحيه الشمال، واختراقات لاحمد السيد زيزو من ناحيه اليمين، ومحاولات على المرمى، لكن استبسال احمد جمال ومحمد عبد المنصف كانوا محافظين على نظافه شباك وادي دجله. وادي دجله بدا يضغط فتره ويروح بهجمات مرتده، وبصراحه من افضل الفرق اللي بشوفها بتلعب كره وبتحضر من تحت، وهزعل جدا لو الفريق ده نزل درجه تانية، يعني بصراحه حرام فرقه بتلعب كره وعندها عناصر مبشره وخامات حلوه
لكن سبحان الله هي الكرة كده ما تعترفش غير بالنقاط وبالنتائج. المهم نادي الزمالك بدأ يضغط ويروح بهجمات ويكثف هجماته من الطرفين، وأوقات كتيرة بدأ ينزل شيكابالا لعمق الملعب لنص الملعب ويسدد، ولكن كل الهجمات كانت يا تنتهي على مدافعين وادي دجلة ومحمد عبد المنصف حارس المرمى. وأشرف بن شرقي بدأ يفوق كده ويلعب من ناحية الشمال وينزل ويشوط على محمد عبد المنصف، كرة تغير اتجاهها كده لكن بثبات محمد عبد المنصف يطلعها بعد ما غير اتجاهه مع الكرة في رد فعل كويس، وهدف ملغي بعدها بتسديدة برضو من أشرف بن شرقي كده تخبط في القايم وترد تتحسب جول، وبعدين بعد الرجوع للفار تكون بره ويتلغى الهدف. وفي الدقيقة 56 عرضية نموذجية من أحمد السيد زيزو لمروان حمدي، والحسنة اللي عملها في الماتش راح قبل كده بكورتين لكن التالتة ثابتة، التالتة جوه المرمى وثلاث نقاط، وأغلى ثلاث نقاط، أغلى ثلاث نقاط يجيبهم مروان حمدي لنادي الزمالك، ويعتلي الزمالك القمة بفارق 4 نقاط بعد تعادل النادي الأهلي. كده نادي الزمالك في المقدمة بفارق 4 نقاط، باقي له 3 ماتشات، كل المطلوب من الزمالك يكسب ماتشين، كسب ماتشين خلاص الماتش الثالث ملوش أي أهمية لأنه فارق ب4 نقاط. وبرضه هنبص على نتائج الأهلي في الماتشات اللي جاية، ممكن الأهلي يحصل له دروب في أي ماتش من الجايين هيبقى كفاية للزمالك إنه يكسب ماتش أو يكسب ماتش ويتعادل ماتش. كده أنا بقول نسبة فوز الزمالك بالدوري تعدت 90% في ظل سوء الحالة اللي موجود عليها النادي الأهلي في آخر 3 مباريات. مش هلتمس أعذار، مش هنقول أعذار، هنقول واقع وحقيقة، النادي الزمالك في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي. يا ترى الـ3 أسابيع اللي جايين دول ممكن يحصل فيهم مفاجآت ككورة؟ ممكن، لكن اللي أنا شايفه صعب، يعني صعب في ظل تشبث ورغبة نادي الزمالك ولاعيبته في الحصول على البطولة دي، وخصوصا بعد فقدانهم للبطولة الأفريقية الماضية، فالدنيا معاهم لازم البطولة دي، البطولة دي هتعوضهم عن حاجات كتير وهتعوضهم عن 6 سنين البطولة غايبة عنهم. يا ترى ايه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية؟ وهنبارك لمين في النهاية؟ لسه 3 ماتشات، الفايز هنقول له مبروك والخسران هنقول له هارد لك. وبكده يكون انتهى الفيديو، لو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة، فعل زر الجرس ودوس اللايك، هزيدك من الشعر بيت، لو عجبك الفيديو شيره.